بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه معلش اعمل لايك للفيديو علشان اتحملت رحيم ستيلينج 45 دقيقه من غير ما اقدر ان انا اتكلم علشان خاطر المباراه الساعه 5:30 وباقي ساعه على الفطار، ومضطر اتحمل كل العك اللي بيعمله رحيم ستيلينج جوه الملعب وكل القرارات الغبيه اللي بياخدها من غير ما اتكلم ومن غير ما ابدا اي رد فعل. فالموضوع كان صعب عليا جدا. ممكن تعمل لايك لو انت مشجعين مانشستر سيتي او انت من الناس المشتركه عندي هنا في القناه، ولو الفيديو ما عجبكش في الحالتين برده ممكن تعمل سبسكرايب وتعمل ديسلايك لو عايز تعمل. لو انت مشجعين توتنهام اسالك سؤال، انت كنت حاطط يعني ونا نسبه كام في الميه ان توتنهام النهارده يطلع متوج قدام مانشستر سيتي؟ نتكلم منطقيه كده، انت مش فاهم داني ليفي ليه اقال جوزيه مورينيو بعد كلام على ان الراجل رفض يدرب الفريق في السوبر ليج، وكلام على ان مورينيو ما رضيش ينزل التمرين، والكلام الكتير لا ان احنا ما اقلناش مورينيو علشان خاطر السوبر ليج، ولا الكلام ده احنا اقلنا مورينيو عشان خاطر النتائج السيئه. طب تمام، مشى جوزيه مورينيو قبل نهائي الكارابينج قدام السيتي، مين المدير الفني الجاي؟ ناجل سمان. شمين الريحه بتاع ناجل سمان ان هو جاي من بعيد كده بالليسبك وهيطل علينا. ناجل سمان مين؟ ناجل سمان ده انا هجيب لكم مدير فني افخم من كده. ايه هتجيب اليجري؟ لا انا هجيب لكم مارسيل ناريان. ده مين ده؟ قالك ده لعيب سابق عندنا في توتنهام، وللاسف اتصاب بدري فالراجل اعتزل ومسيرته كلاعب انتهت بدري. طب ده ايه علاقته بينا؟ ما هو ده هيبقى مدير فني توتنهام قدام مانشستر سيتي في الكارابينج كاب. الله، انت اصلا تخسرنا صح؟ لا يا جماعه، انا بجيب لكم مدير فني من اساطير، مش يونايتد كاسل وتشاير، وكمان تشيلسي كان عنده لامبرت، انا جايب لكم موسم. يا عم مين موسم ده بيني ليه؟ طيب لا طب ماليش دعوه، انا هو هيدير المباراه 4-3-3 4-3-3. كل ميزتها ان هي في الحاله الدفاعيه 4-4-2، وبنقفل الاطراف على السيتي وبنعتمد على المرتدات بسون وهاري كين. لعبتوها قبل كده كتير مع جوزيه مورينيو في المباراه بتاعت 2-0 اللي كسبتوها الدور الاول صح؟ اه صح. طب العبوها معايا النهارده، مفيش اي مشكله، هرجع لكم بس هاري وينكس من المنفى اللي كان جوزيه مورينيو حاطه فيه، وهو موجود راجل اساسي جوفاني لوسيسو على اليمين زي ما لوسيسو ما بيحب يلعب، هولبرج موجود كراجل ديفندر وراجل قوي وراجل ما بيبطلش جري، يعني عندنا نص ملعب كويس اهو. لوكاس مورا موجود ويسون موجود وهاري كين موجود، واهو يا جماعه عندنا خط هجوم حلو اهو، عندنا سيرجيو اوريه وعندنا توبي الدر فيلد واريك داير ووراهم هوجو لوريس، والناحيه الثانيه كان المفروض ان في سيرجيو ريبيرون اهو. يا جماعه افضل تشكيله بلعبها لكم اهو. طب احنا هنعمل ايه جوه الملعب؟ احنا هنلتزم بالدفاع، هنعتمد على الهجمات المرتده، ونعتمد على ان طول ما الجمعه بيتاخر السيتي بيحاول ان هو يزود اللعيبه اللي بتهاجم اكتر، فهو بيهاجم نديله احنا بقى مرتدات. يا جماعه لعبتوها كتير قدام السيتي مع جوزيه مورينيو، بس انت مش مورينيو يعني. الكلام ده كان مقبول ايام مورينيو، مورينيو كان على الاقل عنده هويه، الناس كانت عارفه ان جوزيه مورينيو رغم ان هو بيدافع في مرتده جايه، انما موسو رايان النهارده محدش فاهم هو النهارده القصه هتمشي ازاي. قاعد تتفرج على توتنهام 45 دقيقه ما عداش نص الملعب، اللي هو يا جماعه ده زاكي ستيفن ده اساسا احنا ملصمينه، ده الكره الوحيده اللي جت عليه في ماتش تشيلسي الراجل طلع خد خطوتين اتعملت له ثرو، الحكم زيش خلص بقى الماتش لا، يعني لو شاط عليه اي ثلاجه من نص الملعب هتخش. برغم كده انت عندك سون وهاري كين والارقام اللي كان بيفتخر بيها مورينيو، مش عارفين نعدي نص الملعب، ده ايه العك اللي بيحصل ده؟ وانا كمشجع سيتي قاعد اللي هو هنطلع رحيم ستيرلينج امتى؟ طيب طب ننزل برناردو سيلفا؟ طيب طب نلحق نعمل اي حاجه قبل كيفن دي بروين ما يتعب يا عم الحاج؟ كيفن دي بروين هيقدم لنا 45 دقيقه حلو، بعد كده هتلاقي ان هو مستواه البدني بدا يتقهقر شويه، فهنضطر قوتنا كلها تبقى ناحيه رياض محرز الناحيه الثانيه، والاعتماد على ان في الفودن ممكن يخلص لنا اي كوره في منطقه الجزاء واي تهبيشه كده يا جماعه. طب لو كل ده عطل كاي جندوجان هيجي من تحت وهيحاول ان هو يسجل. طب ولو كاي جندوجان عطل خلص بالسكين، عملناها كتير يا باشا، اي كره ثابته، اي ضربه ركنيه، اي فاول من بعيد كده، طلع امريك لابورتو وطلع جنبه روبن دياز. ستونز ما بيلعبش، خلص ماتشات كتيره في الدوري برضه ستونز، خلاص يا عم امريك لابورتو موجود، ولابورتو هيخلص المباراه في الدقيقه 82 بالهدف بتاعه اللي هو ما عرفتش تجيب يا رحيم اهو سهل اهو، ما عرفتش تجيب يا فيل اهو سهل اهو، لا رياض انت حاولت وهوجو لوريس طلع سهل اهي. يا جماعه الماتش خلص، عايزين مني اي حاجه ثاني؟ لا يا عم خلصت فيه، لسه 8 دقايق موجودين. توتنهام بقى هتلاقي فيه كومباك وهتلاقي فرق والكلام ده وتغييرات وجاريس بيل بينزل، بس كانت خلصت خلاص يعني. انت كنت حاطط التارجت بتاعك على انك تفضل تاخر في الهدف، تاخر في الهدف، تاخر في الهدف، لحد ما تاخر في قوي لدرجه ان الجون جاي قبل المباراه تخلص ب 8 دقايق، فلقيت ان المباراه سرقتك انت كموسم اللي هو اول تجربه ليك كمدير فني، فانت مش فاهم ايه اللي بيحصل. فجمهور توتنهام قاعد يحاسب على داني ليفي وعزيزي لا تسب الرئيس، علشان خاطر انت عمال تتريق على ارسنال، وارسنال برضه عندهم نفس المشكله. فلو انت بتتريق على ارسنال خريمك التقليدي، فانتوا الاثنين ربنا مبتليكم باثنين رؤساء انديه عايزين يحلبوا في النادي وخلاص، والراجل يعني بسم الله ما شاء الله عمال يحلف في توتنهام زيه زي كورونكي الناحيه الثانيه في ارسنال. فعزيزي مشجع توتنهام قول لي بنسبه كام كنت حاطط ان انت تكسب النهارده؟ انما انا مؤاخذه
انا كان خوف في كل من اللعيبه بتاعتي ان انا افضل اضيع 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 والبس مرتده. بس الحمد لله بعد ما شفت غير رودري كان واقف على الخط قبل الهدف قلت والله جاب جوارديولا واضح ان هو هيشد الماتش الاكسترا تايم. بس الحمد لله خط الدفاع بتاعنا طلع اقوى من كل التخمينات اللي انا كنت حاططها في دماغي واقوى من التخمينات اللي كانت موجوده. وشابو امريك لابورت، ميرسي امريك لابورت على الهدف اللي انت حرزته النهارده، اول بطوله في الموسم، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه قدام موريسيو بوتشيتينو في باريس سان جيرمان دوري الابطال. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش وانت جمهور توتنهام قول لي بنسبه كام في الميه كنت حاطين التارجت بتاعكم انكم تاخدوا النهارده الكاربين كاب حتى بعد نزول عادل الاهلي والكلام الحلو ده. قول لي قول لي.